بتول طبعا في البدايه احنا بنرحب بيكي في مصر اونلاين. يعني كلمينا على الالبوم في البدايه، بيضم كام اغنيه؟ الاغنيه مع الكليب، الالبوم 9 اغاني مع الكليب. طبعا اسمك بيشرفني اسم الكليب، وباقي الاغاني نتفة، في مبروك يا ناجح، في اغنيه البنت العربيه، في الست الحلبيه، في يا واد يا جن مصريه، في شده الناس بتبان، في قلبي الملهوف، في مين اللي ما يحب الحلو. يعني مجموعه من الاغاني، 9 اغاني تقريبا. طيب لو مسكنا اغنيه اغنيه منهم، اسمك يشرفني، شايف انت بتمثلي في، يعني في لغه تمثيل كده شايفها حلوه من غير حتى افتعال، ده جيب الصدفه ولا كان في تدريب؟ والله بجد بالصدفة. أنا يعني أنا حتى ما أعرفش، تفاجئت أنه أنا ممكن أقدر أمثل، يعني لأني أنا من نوع حد يقول لي على حاجة فوراً، يعني عقلي فوراً بيستقبلها، يعني الحمد لله طبعاً دي ميزة من ربنا. فحتى الشركة اللي بتتعامل معايا، يعني لما بتقول لي على حاجة فوراً باخدها منها بسرعة، يعني ما بيتعبوا معي بالشرح، فكانت بالصدفة بصراحة التمثيل. ده ما يخليكيش بقى اللي هدخل تمثيل بقى وندخل التمثيل. ممكن انا قلت لهم حبه الموضوع ده. طبعا انا من شويه بقول لهم انه في يعني مقترحات في التمثيل ومعروضه عليا، فبس يعني لسه ما اخذنا القرار، يعني لسه في وقت. يعني بس شايفين في اسمك يشرفني كده في 5 لوكيشنات تقريبا، يعني في جليد، في بيت، في ريس. هل انت كان ليكي يعني منقية الموضوع ده وانت عايزة اختيارك ولا؟ لا، المخرج بصراحة، الشركة والأرابيان نايت والمخرج هو سامي عزوري، كانت أفكارهم بيجمعوها مع بعض وكانت فكرتهم هما، وأنا حبيتها بصراحة الفكرة ونفذتها. الأغنية الثانية حاسك مصرية مش حاسك سورية خالص، يعني ده ازاي؟ يعني بسمعك كده حاسس أمينة بتغني مثلا، أمينة، حاسس حد شعبي قوي بيغني، حد مصري. أنا بالنسبة لي أولا بحب مصر، ده موضوع يعني بقولهم أنا مصر حتى مني، فبحب اللغة بتاعتهم، يعني حتى لما بتكلم مصري أنا بستمتع، مع أني أنا لهجتي سوري. أرجع معك، لهجتي سوري، وطبعا أنا بحب سوريا يعني من حلب، بس اللهجة المصرية، إحنا من زمان بنغني المصري، الأغنية بنغني للست أم كلثوم، لوردة، لعبد الحليم، فاللهجة المصرية معروفة بالوطن العربي كله. يعني انا شايف طبقه صوتك كده ممكن تغني يعني مدح، يعني في سوريا في كتير، في ابو شعر، في المرعشلي، ما مفكرتيش انت تاخدي التجربه دي وتغني، او مش تغني، عذرا، انت في ابتهال وفي مدح. طبعا دخلت على سؤال، هو سؤال موجود اوريدي انا عايشه فيه. انا اهلي، بابايا كان منشد ومامتي منشده واخوالي منشدين، ف يعني الموضوع ده موجود. وانت جربتي؟ طبعا انا كنت بحي الحفلات النسائيه بموالد، يعني اللي احنا نقول هي انشاد، انتوا عندكم المولد مولد، لكن احنا عندنا الموالد هي الانشاد بسوريا. فطبعا انا كنت حتى في عندي حاجات كانت على الصفحه نازله، ويمكن تلاقيها على اليوتيوب، في حاجه بتقول بشرى لك يا امنه، دي انا اللي مغنيها. ساعتها بقى هتلبسي الحجاب ولا مش تلبسي الحجاب؟ هلا طبعا لما ممكن انا ادخل على الجامع ادخل من غير حجاب؟ لا، زي كده مثلا انا هانشد لازم احط الشال، يعني لي احترامه. انا بقول لك لما انا خلعت الحجاب احتراما لي، يعني انا مش بغني اوكي مش ضابط مع الحجاب، لكن لما هانشد اكيد هحط شال احتراما لي. يعني انا مثلا في اغنيه لاصاله غنت اغنيه دينيه حاطه شال، الاصاله مش بحجاب، بس في احترام للشيء اللي احنا بنقدمه، ان كان انشاد او ان كان غناء. كل انسان مننا كده بقى في شخص هو الملهم، هو الشخص اللي بيدفعه. مين الشخص الملهم في حياه بتول والسبب اللي هي وصلت لفيه دلوقتي؟ طبعا يعني رب العالمين فتح علي امور كتير. يعني طبعا انا اول شيء بحياتي
والدتي بعد ربنا، ولك الله فوق ووالدتي تحت. طبعا انا بابايا موعيت عليه، بابا توفى وانا عمري صغير فما شفتوش. كانت والدتي هي المثل، هي القدوة، هي الإلهام، هي كل حاجة في حياتي. ربنا يخلي لكم أمهاتكم يا رب. بس يعني هي أنا القوة اللي بستمدها بعد ربنا أمي. بتقول بتغني كل اللهجات، بتغني مصري ليبي، بتعمل إنشاد، بتغني رومانسي، مش هتغني شعبي؟ ما هي في أغنية شعبي، مهرجانات؟ لا أقصد مهرجانات. مهرجانات لا، يعني شوف مع ان اللون ده واخد كتير مع الشباب، يعني مش هقول لا لا، يعني لا ليه، يعني في سبب انه مش لوني، يعني مش قصة انه انا برفضه، القصة انه هو مش لوني، ممكن ما يلبق لي، يعني ممكن ما اعرف اقديه، لان هما بده خفية بالكلام والسرعة باللهجة، يعني ماشي انا بتكلم مصري بس مش بالسرعة اللي بيقولوها تمام. فلا مش هتزبط. مين اكتر حد يعني سمعت عليه بيغني مهرجانات وبقى مشهور دلوقتي؟ سمعت عن حسن شاكوش، حمو بيكا، الناس دي؟ سمعت عنهم طبعا، يعني بغني. سمعت لهم حاجه بقى ولا لا؟ سمعت سكر محلي، ولا كان فرتكه فرتكه، في اغاني كتير بسمعها يعني بالمهرجانات. ايه نقدك عليها بقى؟ ما بحبش انقد حد، ربنا يوفق جميع. هم شباب وداخلين على حياه، يعني كله بيسعى ورا رزقه، ف رزقهم جاي كده بالمهرجانات، كل حد بيسعى ورا رزقه، ربنا يوفق الجميع يا رب. طيب ايه امنياتك بقى في 2020 والخطط اللي انت حاطاها في 2020؟ يعني طبعا 2020 هي الامل. طبعا انا طرحت الالبوم بتاعي يا رب ينول اعجاب الجمهور ويبقى اسمي حلو بالوطن العربي ويبقى لي بصمه حلوه فيه، ده الامل اللي انا بعيش عليه. بتقول بنت ذا فويس، بتتابعي بقى ذا فويس في المواسم الاخيره دي ولا لا؟ وايه تعليقك عليها؟ يعني شويه، لان طبعا انا يعني مشتركه بالصفحات ذا فويس مع الام بي سي، يعني انا معهم فطبعا بشوف. فيعني لما اخر حد ربح بالذا فويس هو ده ايهم عياش، نسيت اسمه، انا كان رائع. في يعني كتير مشكله هايدي بصراحه ما شفتهاش. سمعت عنها؟ طيب بس سمعت عنها. يعني انا بقول لهم انه ذا فويس كيدز صعب، انا بقول لهم صعب صعب، يعني ربنا يكون بعون المدربين. يعني البرنامج ده صعب، يعني قراره لما حتى انا مثلا نفرض انا ام وخدت ابني على ذا فويس، يعني يتخسر بخاطره، ممكن ما يلفوله يعني مثلا، صعب صعب. يعني المخرج جات شويري كده من فتره كان ليه تعليق بيقول ان ذا فويس هي بتشجع الشباب وتشجع الاطفال، بس هي مش بتوفر لهم سوق العمل، مش بيصبحوا نجوم بعدين، مش بتاهلهم اللي هم يكونوا نجوم. ايه تعليق على ده؟ النجوم يعني مهما كان ذا فويس هو ادالك اول خطوه انه خلى نسبه مشاهدين وملايين تتابعك، الخطوه الثانيه عليك انت اجتهادك. طبعا، يعني هل انا مثلا انا دخلت ذا فويس وطلعت بالمرحله الثالثه اللي هي اول مباشر، تمام، فكان انا لازم اجتهد على نفسي، انا لازم اخد الخطوه الثانيه. ده الخطوات اللي انت خدتيها علشان تكوني قريبه من الصف الاول. سالني سؤال صحفي من شويه وقال انه انت كيف انه اختفيت، قلت له انا لا ما اختفيت بعد ذا فويس، انه انا اختفيت، قلت له لا ما اختفيت، لكن كنت بستنى الفرصه الاعلاميه، يعني الشهره الاعلاميه لازم لها تواصل مع الناس، وانا يعني كنت لسه ما عنديش فكره بالتواصل ده. فاول شيء كان الاغاني اللي انا اخترتها، يعني نزلتها سنجل اول ما يعني بعد ذا فويس مباشره، اللي هي الله واسم الله عليك يا صبيه، مين اللي ما يحب الحلو، ست الستات، بالتواصل مع فتحي الجراح اللي انا شرحت عنه من قبل شويه. بعدين هو الفتحي الجراح اللي وفق لي الشركه بسبب انه هو عرفني انا، يعني عرف قيمتي الفنيه، يعني عرف انا عندي ايه بصوتي ممكن اقدمه واوصله للناس، فكانت المساعدة منه. أنا ما أعرفش، يعني أنا بقول لك أنا كان اتجاهي مع حفلات نسائية، ما كنتش بالإعلام، تمام؟ عشان كده خدتي خطوة الإعلام والناس خطوة مهمة. تماماً، لذلك أنا لما اجتهدت بعد ذا فويس عرفت بقى أنا لازم أعمل إيه، تمام؟ وتعرفت على الشخص اللي هو فتحي الجراح فتح لي بقى مع الشركة، والشركة طبعاً هي اللي فتحت المجالات كلها.
مين بقى اخيرا مين من المغنيين المصريين سواء سيدات او رجال نفسك انت تعملي معاهم تغني معاهم يكون في عمل مشترك بينكم؟ شويه انا مصريين يعني طبعا هو ربنا يوفق الجميع، بس انا من شويه قلت لهم انه نفسي انا مع القيصر، يعني اعمل دويتو مع قيصر كاظم الساهر لاني انا من يعني من عشاقه. لكن كشباب يعني صراحه ما فيش حد بدماغي دلوقتي، مش حد معين يعني، بس هم كلهم حلوين يعني. شكرا. اهلا يا حبيبي، ربنا يخليك. اهلا.